عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. إحنا الفقرة دي حينورنا ويشرفنا فيها بطل من أبطال الرماية اللي ليهم مستقبل واعد جدا، واللي رفعوا علم مصر في كتير من البطولات العالمية، يمكن آخرها بطولة العالم للرماية اللي أقيمت في مصر الأسبوع الماضي. فخلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا، كابتن عمر كمال، لاعب منتخب مصر للرماية. كابتن عمر منور الدنيا، وأهلا أهلا بحضرتك. الحمد لله، نورنا يا كابتن. صباح الهنا. وقبل اي حاجه نخش على تفاصيل بطولات وغيره، خلينا نعرف عنك اكتر. عندك كام سنه؟ ابتديت الرمايه امتى؟ وايه اصلا اللي حببك في الرياضه دي تحديدا؟ انا اصلا كنت بلعب رياضه الخماسي الحديث. بعد كده المدرب بتاعي في رياضه الخماسي الحديث، يعني اللي بيمرني رمايه، قال لي روح العب يعني رمايه، انت شاطر فيها. بيبقى في رياضه دايما كل واحد مميز فيها. يعني أكتر. دايما واحد بيبدا من هو صغير لسه بيتعرف على الرياضات وكده، بعد كده بقى بيبتدي يعرف هو احسن فين يعني. المهم رحت لعبت رمايه في 2015 تقريبا، 2016 لقيت نفسي في المنتخب. اكيد مش من فراغ، اكيد شافوا منك يعني اللي خلاهم يقتنعوا. الحمد لله طبعا، الحمد لله. برضو الرمايه بتاعت الخماسي كان ليها عائد كبير ان انا ابقى كويس في الرمايه نفسها، يعني كانت علمتني البيزكس في الاول عامه يعني. بعد كده لما دخلت المنتخب في 2016، فمفيش سنه لقيت نفسي اتاهلت اولمبياد الشباب 2018 في الارجنتين. ساعتها مدرب المنتخب قال لي لا، هنوقف بقى خماسي عشان عندنا اولمبياد. نركز هنا. هي الفكره في الخماسي ان هي كانت مداني فيتنس عام عامه، لان هي كانت طبعا لعبه فيها خمس العاب. صحيح. ويعني كانت مخليه الفيتنس بتاعي ان جنرال كويس يعني. انت حاليا مش بس بتلعب رمايه، ده انت كمان بتدرب رمايه لفرق الخماسي، صح كده؟ انا بحب الخماسي جدا من وانا صغير يعني، فما حبيتش ان انا افصل عن الموضوع خالص، فكملت ان انا ادرب رمايه في الخماسي يعني. طب رجوعا بقى لسؤال الهواد، يعني دراسيا ايه بتشتغل؟ خلصت دراسه لسه بتدرس يعني؟ عرفنا اكتر على شخصك يعني. انا في كليه هندسه جامعه القاهره قسم مدني. هتقول لي ازاي مع الرياضه؟ اقول لك ما اعرفش، المعادله صعبه. لقيت نفسي كل ده قال لك لقيت نفسي بالظبط كده. هو فعلا لقيت نفسي يعني. الواحد دخل ثانويه عامه طبعا لازم تذاكر بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، فالحمد لله ذاكرت وربنا كرمني، وكان عندي كانت سنه الاولمبياد بتاعت الناشئين. وانت في ثانويه عامه؟ وانا في ثانويه عامه. وجبت 99.5%. لا ما تقولش بقى. لا يا راجل. بس خدت اكسبشن يعني. طبعا انا كنت جايب يعني المجموع الفعلي 97.5، بس في حافز رياضي من البطولات اللي بناخدها دي يعني. ما شاء الله. فكان التوتال 99.5. هقول لبابا فضيحه عملتها بقى دلوقتي. لباباك قول بقى اللي عندك. هو كان عايزني اخش بترول السويس، وانا ما كنتش حابب الموضوع لان كنت هتغرب هقعد هناك في السويس وكده، وما كنتش عايز اسيب موضوع الرياضه يعني. فقلت له ان انا عملت في الرغبات بترول السويس، بس انا عملتها عملتها هندسه القاهره عشان اقدر ان انا اواكب الدراسه. طب هو ليه كان الرياضة. عايز بترول السويس؟ طبعا بترول بقى، هندسه بترول، الناس بقى عندها فكره ان هندسه بترول كويسه وكده، بس انا يعني لما بصيت لقدام الموضوع قرب ينتهي خلاص، العربيات الكهرباء ابتدت تطلع. صح مثلا. صح. ففكره استخدام البترول قلت شويه يعني. يا ترى انكل بقى حاسس بايه دلوقتي؟ معلش بقى. لا بس اكيد اكيد فخور بيك يعني، اكيد عيلتك كلها فخوره بيك يا عمر. ده بجد يعني ما شاء الله انت ناجح على المستوى ده، فمش كل الناس تعرف تعمل المعادله دي يعني. والله الحمد لله طبعا يعني، ده توفيق من ربنا بعد اي حاجه يعني. بس انا عندي كده فكره ان اي حد عايز يعمل حاجه لو اشتغل على نفسه ان شاء الله يعني ربنا هيكرمه. مفيش كويس حد ان انت مقتنع بده وبتنفذه كمان يعني، انت شخصيا بتنفذ اللي انت مقتنع. هو والله يعني من اكسبيرينس اللي خدتها في الرياضه وفي الدراسه وحاجات كتير يعني، هي اللي وصلتنا للموضوع ده. بعد كده ممارسه الرياضه من وانت صغير برضو بتفرق معاك فكريا شويه، بتخلي الواحد يعني يبقى متطلع اكتر، عنده فهم واعي اكتر، بيخليه يقدر يحدد لنفسه بعد كده مستقبله ويبقى عنده مسؤوليه وكده يعني. حلو جدا. تعال بقى نتكلم عن البطولات اللي انت بتشوف كانت الاصعب، كانت الاختبارات الاقوى بالنسبه لك يا عمر. كلمنا عنها، انهي بطوله اكتر واحده فاكرها؟ كان عندي بطوله في هولندا 2018، كانت هي صعوبتها ان هي كانت اول مره العب او اخش فاينل في بطوله عالم او بطوله دوليه يعني، فما كنتش مصدق، بس الحمد لله يعني كنت عندي امل ان انا ممكن اخش يعني. المهم لما دخلت البطوله، فاحنا عندنا الفاينل بيبقى عباره عن 24 طلقه، بنلعب خمس طلقات بعد كده طلقات فرديه. فالمهم احنا بعد اول 10 طلقات البطوله بيبتدي يظهر يعني، مين ماشي قدام مين ماشي ورا كده. فانا بعد اول 10 طلقات، احنا عندنا احسن طلقه اللي هي الطلقه العشرة دي، فانا بعد اول 10 طلقات تقريبا كنت جايب ال 10 طلقات 10. ما شاء الله. وانا يعني كان موضوع المنتال مخليني مركز قوي، مش مركز ايه اللي بيحصل يعني. انا عشان عامل منتال كويس قبل ما اخش، فانا مركز في الماتش، فمش واخد بالي ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد ال 10 طلقات لما جم بعد ما ضربناهم يعني، ف
فانت الجمهور ممكن يشجع في الفاصله ما بين كل طلقه وطلقه. اوكي. فلما الجمهور شجع فانا ببص ورايا لقيت المنتخب كله ايه يعني المنتخبات التانية يعني واقفين بيسقفوا وبتاع ومش عارف ايه وكله مركز عليا، فانا جالي ايه اللي هو تشوك اللي هو ايه اللي بيحصل ده. فانا بقى ال 12 طلقه ال 14 طلقه اللي باقيين تقريبا انا كنت مش عارف انا بلعبهم ازاي بقى. فقدت التركيز بقى. طبعا يعني فقدت التركيز في كام طلقه وقدرت ان انا ارجع تاني الموضوع، بس هي كان صعوبه الموضوع ان انا كنت اول مره اتحط في الموقف ده. احنا في الرياضه دي عالميا عاملين ازاي وانت احتكيت بابطال عالم وشاركت معاهم في بطولات عالميه مختلفه؟ والله احنا في الرياضه دي بالنسبه للافريقيا وعربيا احنا يعتبر رقم واحد كمصريين يعني. هاي. بالنسبه للعالم ينقصنا حاجات بسيطه صغيره ممكن تكون بتفرقنا عن الناس دي. زي ايه؟ زي مثلا ان الناس دي بتضحي بكتير قوي من حياتها عشان خاطر الرياضه. يعني زي مثلا احنا لو بنشتغل 3 ايام في الاسبوع اليوم فيه مثلا 3-4 ساعات، هم ممكن يكون بيشتغلوا 5 ساعات 5 مرات في الاسبوع، اليوم فيه 5 ساعات تمرين ويمكن اكتر. طبعا بطبيعه ده ان هي تفرغ بقى، هي محتاجه تفرغ طبعا. يعني احنا لو الموضوع قدرنا ان احنا نوصل ان يبقى فيه تفرغ تام ان العب بالرمايه كمهنه ممكن يبقى فينا مستويات احسن من كده. بس امكانياتنا الماديه لا تسمح بده يا عمر، خلي بالك هم امكانياتهم الماديه بيصرفوا على الابطال والرياضه. خلينا نبقى صراحه للاسف يعني للاسف عندهم ده ملف يعني دوله مش قصه بس رياضه كده وعايزين نبقى كويسين فيها. والله المسيطر على اللعبه دي ده واكتر دول شرق اسيا. لان اللعبه هي مش بس هم شاطرين في حته اليوجا والكلام ده، وطبعا احنا لعبه بتعتمد على المنتل والهدوء والتركيز أكيد. فعشان كده هم شاطرين في الحته دي. الحاجه الثانيه كمان اللعبه عندهم لعبه شعبيه، يعني تقريبا على حسب معلوماتي ان تقريبا دوله الصين فيها 7 اتحادات رمايه. كده هو ينفع كده؟ ما هو الدوله ولا كبيره ولا جدا ولا كل اتحاد مسؤول عن مقاطعه معينه او تقريبا يعني هي حاجه شبه كده يعني. وكمان في الهند تقريبا بيقول لك انت ما تعديش حاره غير لما تلاقي فيها مدار رمايه مثلا. فهم عشان كده متطورين في اللعبه برضو القاعده عندهم كبيره قوي. انا كمان كان مدربي حاليا في المنتخب هو مر في فتره كده كان بيدرب منتخب الهند يعني، فبيقول لي ان بطوله الجمهوريه بتقعد حوالي شهر عشان تخلص. وهم كتير قوي اصلا طبعا. فطبعا ده طبعا عزز منهم برضو اكتر يعني. هو مش بس موضوع امكانيات، لا كمان في قاعده كبيره ان هي توصلهم للحته دي يعني. حلو جدا. طيب لو كلمتك شويه عن يعني مقابلتك لوزير الشباب والرياضه، الدعم اللي بتلاقوه من المسؤولين، خلي بالك ده ما كانش الرياضيين بيلاقوه خالص. هي القصه مش احنا عايزين ندي كريدت لحد، بس هي القصه انها بتفرق بشكل كبير مع الابطال بتوعنا. الدعم المعنوي، وبعد كده هنتكلم عن الدعم المادي لان ده شق يعني مش منفصل ابدا. خلينا نتكلم على المعنوي في البدايه يا عمر. يعني اول ما بديت رياضه كده ما كنتش يعني كانت اكتر حاجه مضايقاني ان الالعاب الفرديه مش واخده حقها قوي. صحيح. دي كانت حاجه بتضايقنا جدا. بس انا حاليا بجد تقريبا ده احسن عصر للالعاب الفرديه في مصر. هايل. يعني انا شايف او مش يعني انا من حيث كلاعب الانجازات ولا من حيث القاء الضوء عليه؟ هو طبعا لما حصل القاء الضوء فابتدى يبقى فيه انجازات اكتر، لما ابتدى يبقى فيه اهتمام ابتدى يبقى فيه فعلا انجازات اكتر يعني. بس هي انا هي اعتقد البوينت. العكس صحيح، انتوا اللي عملتوا ده، بالعكس انتوا الانجازات اللي حققتوها كالعاب فرديه خلى تسليط الضوء عليكم يبقى كبير. هو انا قصدي في البوينت دي احنا من الاول طبعا مفيش لاعب فردي يعني. على فكره الالعاب الفرديه فيها مشكله كمان ان اللاعب بيلعب على نفسه. فدايما هو بيبقى نفسه ان هو يعني يعمل اقصى ما عنده عشان يثبت نفسه. ففي الالعاب الفرديه اللاعب فعلا ما نقدرش نقول ان هو مش عايز او ان هو بيدلع او حاجه زي كده. اللي انا قصدي اقوله في البوينت دي بقى ايه؟ ان الناس الدوله يعني لما ابتدت تهتم بينا وتشجعنا شويه وتحاول تلقي الضوء علينا، الميادين اللي اتعمل مثلا احنا بقى عندنا تقريبا احسن مدرب رمايه في العالم، فدي حاجه بتشجعك برضو اكتر ان انت تشتغل. اللي هو في العاصمه الاداريه. اللي هو في العاصمه الاداريه. فطبعا بقى في نتائج احسن. طبعا احنا يعني من الاول ما فيش حد بيقلل من المجهود، بس لما بيبقى في مساعده برضو الموضوع بيفرق. طبعا بيفرق بشكل بيفرق كبير. طب ماديا بقى يعني معروف برضو الالعاب الفرديه ما بيبقاش عليها سبونسرز قوي، انت الا لو انت بطل اولمبي بيبتدي الناس عايزينك انت كبرودكت بالنسبه لهم، لكن ان جنرال في العموم. ودي اكبر مشكله في الالعاب الفرديه بقى. ان انا لو انا خدت الموضوع من الاول ان انا ببدا مشروع زي اي مشروع بعمله في حياتي، ان انا ابتدي ابدا ان انا هبدا من الصفر وان انا هتكل على الله في المشروع اللي انا هعمله ده بالنسبه للدوله يعني. وتبتدي تحط فلوس في الناس اللي لعبه فرديه وتبتدي تطلع ناس، انا شايف ان ده احسن من ان انا استنى لما هو يوصل. طبعا بيكون مات على بال ما يوصل وبعد كده بقى ابتدي اصرف عليه. فدي بتبقى حاجه رخمه برضو احنا بنتضايق منها، ان انا ممكن اكون عندي موهبه من الاول انا مكتشفها بس لسه محدش عارفها. ولما بنيجي نتكلم لازم الحاجات دي تتظبط، وخصوصا كمان ان احنا في الفتره الاخيره في طفره مصريه على صعيد تنظيم بطولات عالم وكؤوس عالم في رياضات مختلفه. دي حقيقه. فمن باب اولى يبقوا اللعيبه بتوعنا
يعني برضو وضعهم مظبوط. بالمناسبة برضو عايزين نعرف منك تفاصيل آخر بطولة، بطولة العالم اللي أقيمت في مصر مؤخرا، التنظيم كان أخباره إيه، الحضور كان أخباره إيه، الإنجازات المصرية بشكل عام، وفي حالتك أنت بصفة خاصة كانت عاملة إزاي؟ إحنا دي تقريبا تاني سنة نستضيف فيها بطولات عالم، أو البطولة الرابعة تقريبا، مش متأكد بالظبط، تقريبا البطولة الرابعة يعني. زي ما قلت لكم احنا عندنا احسن مدرب مياه في العالم، فده طبعا انا ليا ناس صحابي من دول تانية، بريطانيا وكذا دوله يعني، فهم لما جم وشافوا الميدان فبيقول لي ايه ده، فهو اتخض يعني، انتوا ازاي عندكم حاجه زي كده يعني. كويس هو اتفاجئ مفاجاه، انا نفسي اتفاجئت من مفاجاته يعني. كويس قوي. فقلت له ايه رايك، مفاجاه صح؟ فراح لي لا مفاجاه. انا هو حتى ساعتها انا فاكر ان هو حط رقم جديد لنفسه في البطوله، فبيقول لي انا الميدان خلاني العب كويس. يا سلام. واو، طب حلو. والله حلو، دي اشاده محترمه. فدي حاجه حلوه. انا سافرت بطولات عالم كتير بره، تقريبا الميدان بتاعنا احسن ميدان، ما شفتش ميدان احسن منه يعني. ما شاء الله. بس حلو ان انت تستثمر في البنيه، لكن الافضل كمان انك تستثمر في الرياضيين. ففكره هنا الوزاره، خلينا نقول لما يعني اشتغلت على صناعه البطل الاولمبي، كان كلام محترم جدا، بس المشروع ده في حد ذاته عليه طبعا صرف كبير. طبعا. فالقصه في كده ان البطل الاولمبي ممكن يبقى العاب جماعيه وفرديه، فلازم يكون في بادجت بتتحط. انت مثلا عمر، خلينا نقول انت من مستوى مادي جيد او جيد جدا، لكن في غيرك ابطال عندهم الموهبه لكن ما عندهمش امكانيات الماديه تماما، وزي ما انت قلت البعض في بعض الاحيان، وان كانت اكتر بنسبه يعني 90%، بيستنوا يكون بطل وبعدين يدعموه، فانت بتخسر كوادر ممكن تكون فعلا كويسه مش قادره ان هي تكمل ماديا، مش ما عندهاش امكانيات. فاكيد انت بتشوف نماذج كده، اكيد شفت ابطال او موهوبين بالشكل ده. والله انا نفسي عشت الكلام ده وانا صغير شويه يعني، برضو كان الموضوع ان انا ليا اخين تانيين، فاهلي مع الدراسه مع الموضوع ده كله، برضو الموضوع كان بيبقى صعب طبعا، مكلف جدا. والدي كان بيوصف في اوقات برضو بيقول لي خلاص ملهاش لازمه الموضوع انك تلعب رياضه، ركز في الدراسه، في الدراسه دلوقتي عشان الموضوع طبعا الاهم والكلام ده، بس انا عشان كنت عايز فانا اللي دوست على نفسي اكتر، فالموضوع يعني قدرت ان انا اكمل فيه. لكن طبعا في ناس تانيه كتير جدا صح ما بتقدرش. انا اهو بحكم ان انا مدرب حاليا في لعبه الخماسي، بشوف اولياء امور كتير جدا ما بتبقاش قادره ان هي تمرن بابسط الامكانيات يعني. انا اقول حتى في النادي، انا هقول مصاريف المواصلات، مصاريف الاكل اليوميه للاعب، طبعا اللاعب بيحتاج حاجات غير طبعا الشخص العادي، كله. فدي حاجات بسيطه جدا لو انا قدرت اوفرها للقاعده بتاعتي او للعيبه اللي عندنا، طبعا الموضوع هيختلف وهنطلع ابطال كتير. صح. على فكره شخصيه المصري في الالعاب مختلفه تماما يعني، انا لما شفت الناس الابطال العالم في الالعاب الثانيه تحس ان احنا برضو مختلفين حقيقي يعني، الواحد دايما بيبقى عايز يثبت نفسه يعني باقل الامكانيات. دي حقيقه. دي حقيقه. صحيح. طيب بالنسبه ان احنا بنتكلم على رياضه زي الرمايه ليها خصوصيه شويه ومختلفه، فبالتالي قد تكون هي اقل شعبيه من غيرها من الرياضات الفرديه. هل طبقا لوجودك في هذا العالم عارف ان الاتحاد مثلا حاطط خطه ما مخطط من خلالها ان هو يوصل ل المدارس والكليات المختلفه لاكتشاف موهوبين في الرياضه دي؟ والله هو مؤخرا يعني دي هتبقى السنه الثالثه تقريبا اللي اتعمل فيها بطوله الرمايه للجامعات. انا شاركت في اول واحده كانت في 2021 وال 2022 سوري 2022 اول واحده، و 2023 الثانيه، والسنه دي هتبقى الثالثه. فدي فكره حلوه وحفزت شويه الناس اللي هي بتلعب رمايه او هم في الجامعات يعني ان هم يبتدوا يلعبوا عشان يكسبوا بطوله الجامعات الرمايه يعني، برضه تايتل حلو وكويس. وكمان انا اعرف يعني بيبقى في بطوله عالم للجامعات، فعلى ما اعتقد ان احنا بياخدوا الناس من هنا يشاركوا فيها، بس انا ما شاركتش في السنتين اللي فاتوا؟ لا. اوكي. يعني انا السنه اللي فاتت واللي قبلها انا خدت اول بطوله الجامعات السنه اللي فاتت والبطوله اللي قبلها، بس ما طلعناش بطوله العالم. انا كنت عارف ان بطوله العالم بتاعت الجامعات كانت في الصين السنه اللي فاتت، بس ما طلعناهاش. ليه بقى؟ ايه كانت الاسباب؟ انا ما اعرفش، انا لما سالت حد عندنا في الجامعه غالبا برضه نفس مشكله الماديات. هو اكيد ماديات يعني، بس انا لما سالت عندنا في الجامعه قالوا هيشوفوا بتاع، وهم مش كل الالعاب بتطلع كل مره عشان يدوا فرص للالعاب الثانيه وكده. انا فاكر ان في 2019 كنت انا في ثانويه عامه ساعتها طلعوا بطوله العالم للجامعات رمايه كانت في ايطاليا، من ساعتها ما سمعتش حاجه عن الموضوع ده يعني. انت واضح ان انت عموما لفيت كتير وسافرت كتير في مشاركاتك في مباريات او في بطولات مختلفه. عالم الرمايه بره عامل ازاي؟ والله عالم كبير قوي يعني، عالم الرمايه الناس ممكن تكون مش عارفه عنه كتير، بس هو عالم واسع جدا، وهو يعني اكبر ميزه فيه ان هو بيحول شخصيه البني ادم لحته ثانيه. ازاي؟ يعني انا مثلا في الاول كان عندي دايما رهبه من موضوع الامتحانات، ده طبيعي عند اي حد يعني. عندي ما بعرفش اتعامل في مش ما بعرفش، بس ما عنديش القدره ان انا اقدر احل مشاكل مثلا في البيت، ان انا احل مشاكل شخصيه لنفسي. لا، الرمايه بتخليك كده واحد رزين، بترتب لك افكارك. بترتب لك افكارك، ما يبقاش عندك سرعه رد فعل ما لهاش اي لازمه.
لا انت بتفكر تحسب الموضوع في دماغك الاول، تبتدي تحسبها برضو، ما بتبقاش عصبي لاي موقف يعني. دي فعلا يعني الرمايه بتعمل كده. انا صحابي يشهدوا على الموضوع ده. انا اتغيرت قوي. كنت من ادم بارد قوي. بس واحد تاني انا هو. لا فعلا انا كنت وانا صغير كنت منفعل دايما، لكن دلوقتي الموضوع بقى هادي حكم جدا. حكم السن برضو، خلي بالك انت كام سنه دلوقتي؟ انا 23 سنه. 23 اكيد هو مش بس برضو. سن، الرمايه بتفرق يعني. حتى لما تيجي تتكلم مع لعيبه الرمايه تحس كده ان هو مش طبيعي. اوكي. زي هادي دايما كده. طب عربيا بقى، بعيدا عن مصر، واضح ان مصر عامله شغل افريقيا ويعني وعلى صعيد الشرق الاوسط، لكن بقيه الدول العربيه، انت عندك دول عربيه كتير عندها ثقافه الصيد والقنص وركوب الخيل والحاجات اللي زي كده. عشان كده تلاقيهم اكتر في الخرطوش. اوكي. لان الخرطوش هو موضوع فن وممتع اكتر من اللي احنا بنلعبها اللي هي المسدس او البندقيه يعني. فعشان كده دايما الدول العربيه زي قطر زي الكويت زي الامارات تلاقيهم اكتر في الخرطوش، وبيعملوا نتائج كويسه. اكيد. لان أكيد. هو طبعا الموضوع ده موروث عندهم اصلا. من زمان طبعا. وبعد كده هو موضوع بالنسبه لهم ما بداش كرياضه، وبدا ان هو بقى انا رايح اصطاد وموضوع هوايه وكده، بعد كده الموضوع بيكبر. طبعا هم ما شاء الله ماديا مرتاحين، بيصرفوا على نفسهم كويس في اللعبه وبيوصلوا. يعني مثلا تقريبا دوله الكويت عبد الله الرشيدي تقريبا مش فاكر اسمه بالظبط، كان واخد ثالث في اولمبياد طوكيو ما شاء الله. ودي برضو حاجه صعبه ان أكيد. حد من دوله عربيه ياخد اولمبياد. بس يعني على قولك هي الامكانيات برضو بتفرق كتير. طبعا اكيد طبعا. طب عمر انت من الاولمبياد ايه بقى؟ انا شاركت في اولمبياد الشباب 2018 واولمبياد باريس، كنت طوكيو كنت خلاص ثانويه عامه فما كانش في فرصه ان انا اخش اشارك في التاهيلات يعني. بعد كده باريس كان البطوله الافريقيه في شهر 10 اللي فات. والله حصل موقف غريب كده. انا دخلت الفاينل المؤهل للبطوله، واحنا في الفاينل نفسه منتخب الرجال مسدس حصل معاه موقف غريب جدا. المنتخب كاملا؟ المنتخب احنا الثلاثه المشاركين في الفاينل يعني. ايه اللي حصل؟ طلقه غلط في الفاينل تطلعنا من الفاينل. يعني مثلا في معايا صاحبي حافظ جمال، هو حافظ اصلا ضابط يعني ومعايا في المنتخب، جاب طلقه اربعه في الفاينل، دي عمرها ما حصلت في حياته. احنا مش فهمناش ازاي حصل موقف زي ده. كابتن سامي لعب ثلاثه اولمبياد في حياته، لعب 2008 و2012 و2016، جاب طلقه سته في الفاينل. انا لسه لاعب جديد في الكبار وجبت طلقه سبعه. الطلقات اللي بكلمكم عليها دي مثلا احنا ما لناش واحنا ناشئين اصلا. فان فكره ان احنا الثلاثه يحصل موقف معانا زي ده كده كان الموضوع غريب جدا. طبعا كان الموضوع غريب جدا وقلب معانا بحيره اكتر من ان هو زعل. يعني هو ازاي حصل كده؟ انا مش فاهم يعني ايه طلقه سابقه، انت فاهم يعني ايه؟ انا مش فاهم. لحد كبير يعني. انا قلت لكم قبل ما نبدا ان احسن طلقه عندنا 10. اوكي. الافريج بتاع اللعيبه الدوليين او الادفانسد يعني بيبقى مثلا 9 10. اللي هو انتوا جبتوا حاجه رانك اقل بكتير يعني. طلقه سكور الطلقه جت 7 او 6. ده لو عمرك اصلا في التدريب ما وصلت للرقم الوحش ده. اوكي. فالموقف كان غريب جدا، طبعا كان في زعل كبير جدا. هو الحمد لله ربنا وفق صحابنا في الالعاب الثانيه او في الفرق الثانيه. غريبه فعلا. احنا تقريبا واخدين 11 كوته في التوتال يعني، كرصاص وكضغط هواء وكخرطوش. وده حرمكم بقى من المشاركه في باريس 2024. يا بايخه قوي دي. انا ضحيت بحاجات كتير قوي الاربع سنين اللي فاتوا دول. انا كنت في جامعه في كليه هندسه، كنت بضحي بدراستي جامد يعني، مش بضحي بيها بس على قد ما بقدر. طبعا مش بديها حقها ال 100% بسبب موضوع الرياضه. فالموضوع كان صعب والزعل كان كبير. بس الحمد لله ممكن يكون ده ادانا حافز اكبر ان احنا نعمل احسن. كاس العالم اللي فات ده اللي كان في مصر تقريبا منتخب الرجال المسدس هو تقريبا كان احسن نتائج في البطوله. تقريبا كلنا تقريبا عندنا نتائج كويسه، مش بعيد عن الناس اللي دخلت فاينل، ودي كانت حاجه كويسه. عكس سي مثلا ناس تانية كان مستواها احسن مننا وممكن يكون نزل شويه. فالله اعلم ربنا شال لنا ايه يعني. في حاجات بص بتقف عندها بس ما بتفهمهاش. ممكن قدام انت لسه عندك فرصه كبيره. هو سن الرمايه اللي كام يعني؟ ممكن نقول اكبر سن كمشاركه اولمبيه كان كام سنه؟ السنه اللي فاتت كان في بطوله في اذربيجان، اللي خد اول عالم كان عنده 60 سنه. لا طب ده انت لسه بدري قوي. فلعبه الرمايه دي كده في فرصه كبيره. طبعا لعبه الرمايه دي احسن ميزه فيها ان انت اصلا يعني انا اعتبر كده سني صغير في اللعبه. مش هنقول انا في متوسط براعم يعني. بالظبط. لو 60 يبقى براعم. انا زمايلي في المنتخب كابتن سامي عنده حاجه 40 سنه، كابتن حافظ عنده حاجه 30 سنه. انا عندي 23 سنه، انا اصغرهم عمرا. مخطط لنفسك قدام بقى ازاي؟ يعني انت دلوقتي خلاص على وشك التخرج ان شاء الله من هندسه. ان شاء الله. صح كده؟ وفي نفس الوقت انت بطل رياضي.
مخطط لنفسك ايه؟ هتكمل فعلا في التدريب وتبقى برضو في الرياضة دي وتمارسها ولا هتشتغل؟ ولا والله عندي افكار كتير، حته حلوه حته هندسه هتاخدني دي، فكرت ان انا هنزل اشتغل هندسه، موضوع هياخدني الرياضه هتبقى صعبه وبتاع وكده، وكمان انا بشتغل مدرب وانا مش حابب ان انا اسيب الحته دي، لان انا هي بتبقى معلكه كده يعني، الناس بتعرف تستفيد مني ممكن، الله اعلم برضه، وانت تلاقي نفسك فيها. يعني انا وبعد كده مش عايز ابعد عن لعبه الخماسي، انا بحبها يعني كحب شخصي يعني. ففكرت فكره حلوه، فكرت ان انا ليه ما يبقاش عندي مشروع ان انا اعمل زي شبه نادي مصغر، ان انا استضيف فيه لعبه الخماسي ولعبه الرمايه ولعبه السلاح ولعبه العاب القوى، بما ان هم العاب كلها بتربطهم ببعض حاجه واحده اللي هي الملاعب. فانا ده يعني هندسه الرياضه. يعني لا يعني لا اكاديمي مثلا، اكاديميه ولا ايه؟ انا مش فاهم. مش كاكاديمي، كنادي، ان انا اوفر الملاعب اللي احنا الالعاب بتاعتنا بنحتاجها واعمل اكاديمي صغيره باسمي مثلا. يبقى الموضوع ان انا سي مثلا انا المانجر بتاع الاكاديمي، وفي نفس الوقت انا اللي باني المكان ده كهندسه واطور منه. بس الموضوع ده هيكلفك كتير. ده مشروع كبير وان شاء الله يعني اقدر اوصله. حاجه تانية كمان نفسي اعمل، احنا عندنا في مشكله في الطبنجات، القبضه بتاعت الطبنجه بتبقى غاليه جدا لما بنجيبها من بره، وهي ما بتصنعش في مصر، ويمكن عليها يعني القبضه بتتصنع بشكل مستقل. القبضه بتاعت الطبنجه اللي هي عباره عن خشب، فالمصنع بيصنع الطبنجه نفسها اللي هي الميتالز عامه، والقبضه في شركات شغاله على ان هي بتصنع قبض، بس مش شرط تكون متخصصه في القبضات بتاعه المسدسات بالظبط كده، لان هي محتاجه نوع خشب معين يكون وزنه خفيف ويكون نفس الوقت بيستحمل. بعد كده القبض عليها عامل كبير قوي في الضرب، ان انت تجيب نتيجه كويسه يعني. فانا كان نفسي قوي، انا كمان تشريح ايدي كبير شويه، كف ايدي كبير شويه، فكان دايما بلاقي مشكله في الموضوع ده، ان انا احاول الاقي قبض على مقاسي وان انا اظبطها وكده. فقلت طب انا ليه ما اعملش الفكره دي في مصر، ان انا اعمل قبض للناس، او ان انا ابقى عندي مصنع بصنع فيه خشب قبض طبنجات، ويبقى انا وفرت الموضوع في مصر، لان هي كانت مشكله عندي يعني. بعد كده الموضوع كبر معايا شويه، قلت طب خلاص ممكن تتوسع عربيا كمان، مش بس عربيا، انا عندي فكره تانية. طب هي موضوع خشب، احنا في رادات كتير جدا الادوات بتاعتها بتبقى معموله من الخشب، زي مثلا تنس الطاوله مثلا، ما برضو المضرب مصنوع من الخشب، فانا ليه ما اعملش اخشاب منتجات رياضيه خشبيه بالظبط كده. حلو والله، برافو عليك. يعني في شويه افكار حلوه، فكره حلوه فعلا، بحاول ان انا اشتغل فيها. احنا هنشوفك رئيس اتحاد بقى الرمايه، انا حاسه كده كمان كام سنه بجد. وعلى فكره ممكن يعني، فكرك حلو، عندك افكار كرييتيف، بتحب قوي الرياضه دي، فليه لا؟ ممكن جدا. واضح عليك في تواصل اصلا مع رئيس الاتحاد دلوقتي اكيد. كابتن حازم، كابتن حازم راجل لطيف بصراحه، استضفناه اكتر من مره يعني. هو كابتن حازم يعرفني من وانا صغير عشان شايفني بكبر قدامه يعني، وطول عمره يقول لي انت كويس، بس هو كابتن حازم بيحب يشد ودينا شويه كده، اللي هو ايه، لا 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 مش هعمل لك كذا غير لما تعمل كذا. بس هو يعني ممكن نقول في الاخر انا باخد الموضوع من شخصيا يعني، ان انا اشتغل على نفسي اكتر. ممكن اكون انا كويس، بس ساعات لما المدرب بتاعك بيكلمك بالاسلوب ده وانت طبعًا كويس، بتحاول تشتغل على نفسك طبعًا، عشان ما تحطش نفسك ليميت. انا وقعت في الحته دي كذا مره، ان انا اوصل لحاجه انا عايز اقول لا بس تمام كده، طبعا بقى لا. بس انت حلو فيك ان انت عارف قدراتك كويس، وعارف انت عايز ايه، والاهم من ده كله الشغف اللي كابتن هواند بتكلمك عليه، اللي واضح قوي حتى في كلامك. فما فيش شك ان انت ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى في حته تانية خالص باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله بنوركم. نورتنا بجد، وانا بتوقع بص هقول لك على حاجه ولا هختم بيها الفقره دي، والله بجد ارجع للتاريخ. البرنامج وشه حلو على ناس كتير كانوا يعني ضيوف لينا قبل ما يروحوا بطولات، ومنهم اللي راح بعد كده وتالق كمان، منهم جيانا في الاولمبياد. فانا متفائله وانت تفائل، لان بجد ممكن يكون البرنامج فعلا وشه حلو عليك زي غيرك. يا رب باذن الله نستضيفك وتكون بطل بقى اولمبيا، وحتى باذن الله الاولمبياد القادمه تكون مترشح ليها. وانا اتوقع ليك برضو على المستوى العملي برضو تبقى مهندس ناجح، لان إن شاء الله الجامعه بين الاثنين مش صعب على فكره، طالما وصلت انك مهندس مدني ما شاء الله، دي مش سهله يعني. انا فاكره برضو عندي كان اصحاب ليا كتير في هندسه وكانوا برضو رياضيين، لا هي صعبه، صعبه جدا. وجامعه القاهره، الموضوع صعب جدا. كان عندي دكتور كده ودودي عمر، وربنا يكتب لك كل النجاح وكل الخير ويشكرك على وجودك معانا. شكرا يا عمر. نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل، خليكم معانا.